احنا بصراحة لم تدخل اي اصابة الى مستشفى بلد الام الى حد هاي اللحظة واجراء هذا التقرير. هنالك حالات مشتبهة دخلت الى مستشفى بلد الام، اكثر من 20 حالة من داخل البلد ومن خارج البلد، من الوافدين ومن القوات الامنية يعني خاصة. تم الاشتباه بهم، ارسلت المسحات كل يعني التوجيهات حسب البروتوكول، ارسلت المسحات الى المختبر المركزي في بغداد، تم فحصها والحمد لله اكثر كليتها طلعت سالبه. لحد الان لم نستقبل اي حاله اصابه مؤكده من الكورونا فيروس. مثل ما نوهنا انه هنالك بتوجيه من مدير عام دائره الصحه صلاح الدين تم فتح رده عزل في مستشفانا بسعه سريريه من 17 الى 20 سرير تستقبل الحالات المؤكده والمشتبه بها ايضا في المستشفى. هنالك بصراحه نقص في جميع مستشفيات العراق بالكمامات والكفوف، خاصه الكمامات الان 95. نتأمل إن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله تنحل هذه المشكلة.